السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ده درس قصير، يعني حلقة صغيرة كده من مجموعة حلقات قررت أسجلها إن احنا نساعد الناس اللي لسه بتبدأ في حاجات أو بتتعلم. فقلنا هنعمل حلقات صغيرة هتكون فيها شروحات صغيرة قصيرة للحاجات اللي بتقابلنا يوميا أو الحاجات اللي الناس بتسأل عنها بطريقة متكررة، يعني تمام. فالنهاردة في حد سألني إن هو عايز يعرف ازاي يقدر يحول ماتلاب كود لبايثون كود. طبعا هي دي يعني بروبلم ما هيش صعبة قوي، لكن برضو ما هيش سهلة جدا. في اختلاف بين التو لانجوجز، اذا اعتبرنا الماتلاب لانجوج او يعني في اختلاف بين الاتنين نوعا ما، لكنهم برضو متقاربين، برضو يعني مش مختلفين جدا. الترجمة عامة من لغة برمجة إلى لغة برمجة أخرى بالظبط زي الترجمة بين أي لغتين عاديتين. يعني تكلم مثلا إحنا هنترجم ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعكس. عشان تقدر تعمل حاجة زي دي لازم تكون عندك أول حاجة علم باللغتين، أو مش متعمق. يعني لو أنت إحنا بنقول إن إحنا هنترجم جزء صغير، مثلا إن هو صفحة، اللي هو في حالتنا احنا هيبقى كود صغير مثلا. ففي الحالة دي انت محتاج تكون عندك علم باللغتين، لازم تكون فاهم السينتكس بتاع اللغة دي والسينتكس بتاع اللغة دي. اللي هو السينتكس يعني في لغات البرمجة اللي هو مقابل النحو في اللغة العربية او الجرامر في اللغة الانجليزية مثلا. فانت لازم تكون فاهم، يعني لما تيجي تقرأ هذه اللغة تقدر تفهمها، ولما تيجي تقرأ اللغة دي تقدر تفهمها. طبعا يعني افضل شيء طبعا كمان ان انت الكود اللي انت هتحوله ده تكون انت اللي كاتبه، او انت اللي عارف بالظبط، فاهم الكود كويس جدا. ان انت تقرأ كود حد اخر يعني غير الكود اللي انت كاتبه، ده في نوع من الصعوبة، خاصة لو الكود مش بروفيشن، مكتوب يعني بطريقة بروفيشنال كفاية يعني، او بطريقة محترفة او احترافية كفاية يعني. طيب هنزود ايه كمان؟ يعني بالاضافة طبعا ان انت اكيد في حاجات في اللغة اللي انت بتترجم منها تكون مش عارفها، او حتى مش قادر تعبر عنها بكلمات قوية كفاية في اللغة اللي انت عايز تترجم اليها. فبالتالي محتاج يعني في اللغات العادية هنحتاج اللي هو القاموس او الديكشنري. في اللغات البرمجة هتحتاج ترجع لمين؟ هتحتاج ترجع للدوكيومنتيشنز. والمناسبة بقى هنا احنا في موضوعنا اللي هو الماتلاب والبايثون، اللغتين دول فيهم دوكيومنتيشنز كويسة جدا. يعني دي واحدة من المميزات والحاجة اللي هتسهل عليك الموضوع وانت شغال. فعلى سبيل المثال ده المات بلوت اصلا، يعني خلينا نقدر نتكلم بقى على الموضوع بتاعنا. الماتلاب اصلا هو حاجة بتشتريها بفلوس، فبالتالي هم موفرين دوكيومنتيشن احترافية جدا. اصلا الدوكيومنتيشن دي يعني موجودة أصلا من جوه البرنامج نفسه. يعني انت بتشتري البرنامج هتلاقي الدوكيومنتيشن دي من جوه، مش محتاج ترجع للموقع. لكن لو انت معكش البرنامج أو كنت بتستعمل أوكتيف مثلا على سبيل المثال، فالدوكيومنتيشن موجودة عامة على الإنترنت وممكن تدور عليها. خلاص، طيب لما أجي أروح بقى من الماتلاب للبايثون هدور فين أو هعمل إيه؟ البايثون في مجموعة مكتبات موجودة عشان خاطر يعني اتعملت مخصوص ان هي تكون شبيهة جدا بالماتلاب، نظرا للماتلاب متميز كان في حاجات معينة اللي هي منها البلوتينج مثلا، ومنها ان هو اصلا ماتلاب هي مات باي ذا واي ريليتد، يعني ستاند فور ماتريكس لابوراتوري، يعني معمل المصفوفات يعني لو نقدر نترجمها كده يعني. فبالتالي الاحسن حاجه بتعمل عندنا في الماتريكس هي النمباي. النمباي لايبرري مشهوره جدا وكبيره جدا، وفيها كل الفانكشنز اللي ممكن تتخيلها، ان هي تقدر تتعامل مع مصفوفه بكل الابعاد والاشكال اللي ممكن تتخيلها. تمام. في حاجه تانية متميز فيها الماتلاب هي البلوتينج او الرسم يعني. ففيها برضه عندنا حاجه اسمها مات بلوتليب. مات بلوتليب يعني من اسمها كده لايبرري اتعملت لتقليد البلوتنج بتاع الماتلاب. طبعا بايثون فري اوبن سورس، التقليد هنا مش معناه انه بيسرق، وانما هو بيتيح حاجه مجانيه للناس. الكونتريبيوشن ده بيكون مش واحد، مش شخص سرقه عشان يبيع الحاجه دي، لا، ده حاجه مفتوحه لكل الناس مجانا. يعني فكره الاوبن سورس
يعني موجودة والناس كلها بتشارك فيها وعادي، ومش شيء غلط ان انت تاخد فكرة وترجع انت تقلدها تاني بس بطريقتك انت. يعني خاصة لو كنت يعني ما بتستهدفش ربحية من هذا الموضوع يعني. طيب عشان نكمل موضوعنا، في برضو لو طبعا لو الماتلاب طبعا يعني دلوقتي بقى شيء عظيم اكبر من موضوع الماتريكس واللابوراتوري. يعني هو بدأ، ان كان بدأ كده اصلا، لكن دلوقتي الماتلاب بقى يعني في حاجات كتيرة جدا بيعمل حاجات يعني خرافية اصلا. لكن غالبا يعني الطلبة عادة او على المستوى الصغير مش بيتعرض لهذه الاشياء يعني. ومع ذلك هتلاقي دايما في البايثون الحاجة التخصصية، يعني لو انت مثلا تتعامل مع الايمجز بطريقة قوية جدا ففي عندك البايثون فيها اوبن سي في مثلا، لو هتتعامل مع الاوديو هتلاقي في حاجات بتتعامل مع الاوديو وهكذا يعني. فمحتاج طبعا لو انت تتعامل مع حاجة تخصصية ان انت تبدأ تدور على باكجز تانية وتبدأ تشوف ازاي تقدر تستعملها. طيب سيمبلي يعني الشخص اللي بعت لي الكود ده مثلا مثال على كود ماتلاب اللي هو دوت ام فايل يعني، انا يعني فتحته هنا اهو وهبدا اقرا الكود. يعني ببساطه تبدا بيقول لك فانكشن سيجمنت ايكوال سيجمنتيشن اوف اي، دي ببساطه كده انا كراجل بعرف ماتلاب اهو هقراها هعرف ان ده واحد بيعمل فانكشن بيعمل ديفينيشن لفانكشن اسمها سيجمنت، او والفانكشن الكول بتاعها هيبقى سيجمنتيشن اوف اي، يعني الفانكشن هتاخد حاجه اسمها اي. تمام. طيب يعني مين اللي هنقراه بعد كده؟ هنعرف ان اي دي ماتريكس. يعني طبعا اللي ماتلاب والبايثون يعني مش بيعرفوا الاثنين، مش بيعملوا اللي هو بنسميه variable declaration او تعريف المتغيرات. يعني انا مش قبل ما استعمل variable مش بروح اقول ال variable ده ايه نوعه، فبالتالي في نوع من الصعوبة في ان انت تقدر تفهم يعني. بس برضو في ميزة في الاتنين ان هو بيقدروا يتعاملوا مع الاتنين بنفس الطريقة من غير يعني الفانكشنز اللي بتقبل يعني مثلا matrix هي تقدر تقبل number عادي integer مثلا او float او whatever يعني، غالبا يعني ده اللي بيبقى حاصل يعني. فيعني عشان بس اكمل المثال الصغير بتاعي، انا مش عايز اطول الحلقة دي عن ربع ساعة مثلا بالكتير. اول حاجة فانا يعني انصح ان انت تقدر تستعمل السبايدر از ان اي دي اي. ليه السبايدر؟ السبايدر شبيه جدا بالماتلاب، في يعني اهم حاجة فيه كمان هي الفاريبل اكسبلورر اللي بيظهر لك شبه الماتلاب جدا هنا، وهو بيظهر لك الفاريابلز التايبس بتاعتهم سايز، تقدر تدبل كليك على الفاريابل وتشوف الاوت بتاعه، الكونسول موجوده هنا بتشوف، تقدر ترن البرنامج بتاعك اللي بتكتبه هنا وترنه وتشوف الاوتبوت بتاعك في الكونسول هنا. فيعني شبيه جدا بالماتلاب، بيسهل عليك شويه حاجات. لو عايز تقدر تستعمله ازاي او تجيبه ازاي، هو بارت من لو انت بتستعمل ويندوز يعني انا انصحك على طول كده تروح تستعمل اناكوندا. يعني انت بس اكتب اناكوندا بايثون على جوجل هتلاقيه موجود، وتروح تعمله داونلود هتلاقي السبايدر، تفتح بس الاناكوندا نافيجيتور هتلاقي السبايدر جوه موجود، تفتحه هتلاقي نفس المنظر ده تقريبا، ممكن يكون الشكل اتغير شويه من فيرجن لفيرجن بس يعني يعني هو نفس الاخر نفس الطريقه يعني. انا كنت برضو في ميزه ان انت تقدر تعمل انستول منه للباكجز اللي انت عايزها، يعني تقدر تعمل منه انستول النام باي والمات بلوت والحاجات دي كلها. لو اي باكج تانية ممكن تسيرش عليها جوه انا كنت نفسه تدوس انستول برضو. يعني الموضوع فيري سيمبل فيه بصراحه، خاصه للناس المبتدئه وخاصه للناس اللي بتستعمل ويندوز. يعني انا عشان مش بستعمل ويندوز بصراحه فمش بستعمل انا كنت، لكن بعمل انستول لكل حاجه بايدي يعني من بره كده لوحديها. تمام. طيب فالاناكوندا فايل زي ما احنا شايفين كده هنفتحه، نعمل كده هتلاقي تقدر اول حاجه تعمل امبورت لللايبريز والالياس اللي احنا بنستعمله دون ده بيسهل علينا بس في طريقه كده عشان مش كل مره اقعد اكتب اسم الباكج لما اجي انادي فانكشن منها. طبعا دي حاجات المتعارف عليها اللي هو دي ال تي ده اللي هو مات بلوت ليب دوت باي بلوت، ودي اكتر يعني جزء شبيه بالبلوتنج بتاع الماتلاب. numpy as np دي numpy دي قلنا اللايبرري اللي بتتعامل مع الماتريسيز او المصفوفات عشان تقدر تعمل فيها اي حاجه. طيب انا عندي الكود اهو اللي انا عايز اتعامل معاه. فالراجل اللي بياخد الفانكشن دي اول حاجه عملها قال لك ان n و m
equal the size of i. طيب يعني انا برضو يعني هقول ان انا مش عارف ماتريكس يعني عشان بس المثال هنا يعني، فهقول ان انا مش عارف ماتلاب قوي، فانا مش عارف ايه سايز دي. سايز دي بتعمل طبعا واضح ان هو بيعمل مصفوفة هنا اهو، صفة صغيرة من رقمين فقط، يعني هو صف واحد في رقمين ان وام، يعني وهياخد جوه الان والام دول السايز اوف الاي. انا مش عارف سايز ده بيعمل ايه، فببساطة كده هقوم رايح ان هو على الدوكيومنتيشن واقول له سايز. فبص لقيته بيقول لك ايه، بيقول لك ده سايز اوف الاري. يعني ممكن برضو لو عايزين نفتح ونشوف بيقول ايه، هتلاقيه بيقول لك ان هو هتبدأ تقرا الشرح. يعني لو انت بقى عايز يعني مش فهمتش، يعني انت قريت الكلمتين اللي طلعوا هنا دول وما عرفتش، فممكن تروح هنا بقى ايه يعني تكمل قرايه يعني. تمام. طيب طيب وبعدين، طيب انا بعد ما قريت وفهمت بقى الفانكشن سايز دي بتعمل ايه، خلاص ببساطه كده دي فانكشن بتعمل حاجه في ماتريكس، يبقى هروح لمين؟ هروح للنمباي. اقوم رايح برضو للنمباي اقول له هنا هو برضو سايز اوف اري ده، لو انا يعني اها ببساطه كده عملت سيرش كده اه هلاقيه مثلا مش هيديني حاجه، يعني انا مش مديني هنا حاجه، ما عرفتش الاقي حاجه. هروح على جوجل اهو اقول سايز اوف نمباي اري، سايز اوف نمباي اري. دايما تقول نمباي اري عشان تسهل على نفسك بقى، ما تقعدش تكتب بايثون ومش عارف ايه والكلام دوت. هتلاقي جوجل على طول راح قايل لك اه فاتح اول لينك جالي اهو، يعني ما اعرفش فيه، انا يعني بجرب معاك اهو. هتلاقيه راح قايل لك اهو اف. طبعا هو الكود ده هتبص على الكود هتشوف بيعمل ايه. طبعا ال نم باي اري طبعا في الليست العادية بناخد لين يعني، بس طبعا احنا ايه هنقول هندور هنا اهو، هتبص تقعد تقرا بقى شويه في الحاجه اللي بتطلع لك دي، فهتلاقيه بيقول لك اهو عندك حاجه اسمها دوت شيب. خلاص يبقى انا ممكن استعمل اي دوت شيب دي. تمام. يبقى شيب دي بترجع لي ايه؟ بترجع لي التابل اهو في النمباي سايز زي حاجه زي كده. تمام. طيب فانا هروح هنا كده. طيب هبدأ أعرف function اهو، هقول له define. طبعا احنا قلنا لازم تكون بتعرف بايثون يعني، مش هقول له define اهو segmentation of i اهو، حتى انا ممكن اخدها copy paste كده، بس هو غير الصيغة بس بتاعت ال بس انتر. خلاص كده هو بيقول اهو n و m، طبعا ممكن تكتبها بنفس الصيغة كده اهو، يعني البايثون برضو شبيه جدا بالماتلاب في حاجات كتير، انت ممكن تكتب بنفس الصيغة كده، ولو ان انت مش محتاج القوسين دول في البايثون، بس قول ان احنا هنعمل كده. هنقول بقى اي دوت شيب، اي دوت شيب دي هتجيب لك الشيب بتاع الفايل. طب ما انا ممكن برضو اعمل حاجة تانية، اقول له ان بي اللي هي النمباي يعني دوت شيب، وباي ذا واي ممكن تدوس شيب اوف اي مثلا، يعني ممكن تعمل كده. تمام. دي حاجة، بس هو يعني الأسهل طبعا ان انت تقول اي دوت شيب، يعني ده الطريقة المتعارف عليها يعني. تمام مثلا. طيب طيب تعال نشوف تاني الفانكشن دي بتعمل ايه. اهو راح عامل فاريبل جديد اسمه اي ام اوت لاين ايكوال زيروز اوف ان و ام. تمام كده. طيب انا اول حاجة وهاخد الفاريبل ده كوبي بيست اهو، برضو انا معرفش هو بيعمل يعني في ايه، وهشوف بقى زيروز دي ايه، ايه زيروز دي بتعمل ايه. فهيقوم رايح على الماتلاب دوكيومنتيشن واقول له زيروز. هي كانت زيرو ولا زيروز انا مش فاكر، هرجع ابص اهو زيروز بالاس اهو. بص كده اهو بسيطه، كرييت اري اوف اول زيروز. تمام. طيب مبدئيا ممكن اروح اعمل كده، اقوم جاي هنا اعمل
اقول له زيروس يمكن تطلع هي هي ولا حاجه. قلت لك ان هو ايه شبهين جدا اهو، في حاجات اسمها نام باي دوت زيروس اهو، تمام، في كذا حاجه اسمها. تعالى خد زيروس على طول، نام باي دوت زيروس على طول، ونشوف دي فيها ايه، بتعمل ايه دي. return a new array of given shape and type filled with zeros. ايه ده، ده هي هي نفسها. يعني ايه ده، يعني انا ممكن اعمل نفسها نفس اللي هو كتب الراجل ده هنا اهو، اللي هو قال zeros of n و m. ها طبعا في سيمي كولون هنا، دي يعني ليها معنى تاني في الماتلاب عشان ما يبرنتش الاوتبوت يعني، بس احنا هنا في البايثون مش محتاجينه. فانا ممكن اخد دي زي ما هي كده، zeros of n و m. بس هنا بقى نحتاج نحط له ايه بقى، ان بي دوت زيروس. يعني خد بالك ان دي جايه من، طبعا الورنج ده ما تقلقش منه، ده بيقول لك لوكال فاريبل ده وان از اسايند تو بوت بات نيفر يوزد. يعني انت عملت فاريبل وما استعملتوش، ده جاست وورنج يعني، حاجه عشان بس تحسن طريقه الكود بتاعك ان انت بتحط بتستعمل فاريبلز ومش بتستعملها. طبعا ده في البروجرامنج باد هابت يعني، يعني عادة سيئة يعني، ما تحاولش تعمل ان انت تعمل فاريبلز وما تستعملهاش. يعني ده بتزود الميموري اللي البرنامج بتاعك بيستعملها، لكنك مش بتستفيد حاجة منه يعني. فتمام كده خلاص. فدي حاجة يعني. ماشي طيب. فسهل الدنيا اهو خالص يعني، ما فيش حاجة صعبة. شايف نفس الكلام يعني، اي بقى حاجة تقدر تعملها بنفس الايه الطريقة دي. تقدر تمشي على الكود كله، تدور قابلتك مشكلة فمثلا هتسيرش هنا، يبقى دايما ان دايما المرجع الرئيسي ان انا بروح للديكشنري بقى الرئيسي بتاعي او القاموس بقى الرئيسي بتاعي، وهو مين، وهو الماتلاب دوكيومنتيشن، اللي هلاقي فيه الحاجة اللي بتشرح لي الفانكشن المكتوبة جوه الكود دي بتعمل ايه، وابدأ ادور على حاجه زيها. يعني لو ما لقيتش، ما عرفتش اطلع من الدوكيومنتيشن بتاعت، لان ممكن ما الاقيش نفس الاسم او الاقي كذا اسم زي دول فتحاء فاحتار. فانا ببساطه كده هقوم رايح واخد الكلمتين دول كرييت اول اري اوف اول زيروز دي. يعني ممكن اقوم اعمل كده اهو، طريقه اهو كده، واقوم قايل له كده اهو، واقوم مزود له عليها بايثون او بلاش بايثون، اخليها زي الدقة عشان تجيب معاك على طول، تقول نمباي. هتلاقي واحد شارح لك اهو، بص هو يعني طلع لك نمباي دوت زيروز على طول اهو، تمام. يعني فبس، فهي دي الطريقة اللي احنا نقدر نحول بيها الكود الماتلاب الى سوري الماتلاب الى بايثون. يعني طبعا الموضوع مش بقول ان هو سهل، الموضوع محتاج مجهود، لكن هي رحلة ظريفة هتتعلم منها. هتقدر تلم معلومات، هتقدر تتعلم حاجات عن الاتنين سواء عن الماتلاب او دايما الترجمة دي بتاخد بتخليك تتعلم من الناحيتين. تقدر تمشي بقى في الموضوع ده كتير، هتاخد منك وقت شوية، ممكن في أول مرة تاني مرة لو أنت بتعمل الموضوع ده كتير، لو هي assignments مثلا عندك في الجامعة أو في whatever، فتاخد منك وقت كتير شوية. طبعا الفور لوبز والحاجات دي يعني المفروض تكون انت يعني دي حاجة بدائية شوية يعني، لازم تكون فاهم ان ده الاور، لازم تكون طبعا في يعني حاجات ممكن تكون غلط. يعني انا مثلا ممكن عملت ان و ام، دي غالبا دي غلط، يعني انا خدتها زي ما هي كوبي بيست كده يعني هنا اهو، غالبا دي غلط. يعني لو رجعت للدوكيومنتيشن بقى بتاعت زيروز دي هتلاقيه ان هو بياخد، لا طلعت صح، لا او غلط، غلط. يعني انا لو اديته الاتنين كده هياخدهم غلط، فمحتاج تحط الاتنين جوه تابل او ليست يعني، زي هنا كده انا كنت فاكر كده برضو. فاهو يعني هنا دي لما تيجي ترنها تبص هتلاقيه غلط، هيقول لك ان لا اللي انت بتعمله ده فيه حاجة غلط. طبعا انت محتاج بقى تقوم ايه، محتاج تحط دول جوه طابل يعني، الاحسن طبعا طابل، او ممكن تستعمل ليست برضو تشتغل معاك. كده اهو، ااا
طبعا يعني محتاج بقى ترن الكود بتاعك ده وتشوف ال variables هنا هو، وممكن لو انت عندك الاتنين تقارن ال variables اللي هنا بال variables اللي عندك في الماتلاب، متأكد ان كل حاجة يعني ماشية consistent. طبعا ممكن تلاقي في تغير في الارقام، خاصة لو في جزء منه في randomization او في functions معقدة بتطبق عندك، هتلاقي في اختلاف في الارقام، ده وارد جدا وطبيعي. ما كنا بنشتغل ونحاول كود من سي بلس بلس لبايثون او العكس او ار او ماتلاب، عملت الجزء الموضوع ده كذا مره، دايما بيحصل في اختلاف في الارقام، طبيعي ان الراندمايزيشن بيبقى مختلف، طبيعي ان طريقه الامبلمنتيشن بتاعت الفانكشنز من جوه اللانجوج بتبقى مختلفه من واحده للتانيه، بيحصل اختلاف بسيط في الارقام، لكن في النهايه غالبا بيكون نفس الريزلتس، خاصه لو انت في النهايه مثلا بترسم كيرف او بتعمل حاجه امبلمنتيشن على صوره مثلا او حاجه من هذا القبيل، فغالبا الامبلمنتيشن ممكن يختلف معاك اختلاف بسيط في الارقام من ناحيه على ليفل كبير يعني، بس في الاخر الريزلتس النهائيه غالبا بتكون واحده يعني. اتمنى كل الناس يعني وصلت لها المعلومه وفاهمه ايه اللي بيحصل دوا، ولو في حد محتاج اي اسئله ممكن يحط لي اسئله في الكومنتات، انا احط لينكات الحاجات اللي انا سرشت عليها دي في الديسكريبشن بتاع الفيديو. شكرا لكم، اتمنى الناس تكون استفادت من الشرح الصغير ده.